بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الدرس الرابع والعشرين آسف، من دروس دورة الأكسس في أساسية النماذج. والنهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها عمل نموذج التنقل. نموذج التنقل اللي هو بالإنجليزي اسمه إيه؟ اسمه نافيجيشن فورم. النافيجيشن فورم ده إحنا بنستخدمه علشان لو إحنا عملنا نظام ممكن نربط أجزاء النظام ببعضيها، سواء كانت تقارير أو نماذج، في فورم واحدة بحيث إن هي تبقى تستخدم للتنقل يعني. طبعا الأسلوب ده هيكون بسيط، بس مش هو الأسلوب الأساسي بتاعنا اللي إحنا هنشتغل بيه، أو الأسلوب الاحترافي اللي إحنا هنشتغل بيه بعد كده. فإحنا لو عايزين نشتغل بالموضوع دوت بنيجي هنا نفتح الداتابيز بتاعتنا. تمام كده، هلاحظ طبعا ان انا عندي في اكتر من نموذج، في نموذج للعملاء وفواتير، في نموذج منتجات، في نموذج موظف المبيعات والعملاء، في نموذج لاستقبال اعتراضات العملاء. كل دي نماذج انا عاوز اتنقل بينها. ممكن نعمل تقرير بسيط كده مثلا على المنتجات مثلا، يعني ممكن نيجي هنا ونعمل انشاء ونختار تقرير عن طريق تقرير مباشرة. دي المنتجات الموجودة عندي على سبيل المثال مثلا. طبعا انا ممكن اتدخل عن طريق طريقة عرض التخطيط ديت، واحاول ان انا اصغر الدليل شوية مثلا، يعني اسم منتجين كده النوع، ولكن بالشكل دوت مثلا. خلينا نكبر اسم المنتج شوية كده. انا عندي ايه تقرير كده بسرعه عن المنتجات الموجوده، برضو ممكن اضيفه عندي في الليست كتير. تمام، تقرير سريع كده يعني. تمام، هحفظ التقرير دوت اسميه تقرير منتجات، وقال موافق. دي حاجه بسيطه كده احنا ممكن نعملها. طيب هنيجي للموضوع الاساسي بتاعنا اللي هو نموذج التنقل. هنيجي في الانشاء هنا يا جماعه، وهتلاقي في حاجه اسمها نموذج التنقل هو دوت، وفي كذا حاجه في نموذج التنقل ده. في ان انت ممكن تعمل نموذج تنقل عباره عن علامه تبويب بالشكل دوت افقيه، وفي علامه تبويب عموديه جهه اليسار، وفي علامه تبويب عموديه جهه اليمين ده النسب العربي، وفي علامه تبويب افقيه بمستويين، وعلامه تبويب افقيه وعمودية لليسار، وعلامة تبويب أفقية وعلامة تبويب عمودية ناحية اليمين، دي تناسب برضو هي العربي. طيب احنا نختار مثلا، هنختار اللي هي علامة تبويب عمودية جهة اليمين ليه. لو انا اشتغلت عليها بص تلاقي نموذج التنقل ده ايه ظهر معاك. تمام كده، فاحنا هنقفل بس التقرير اللي احنا عملناه ده اغلاق. تمام، وهنزل في تقرير هنا، وهنيجي في نموذج التنقل ده هنضيف زرار. هنضيف ايه زرار؟ لو ضغطت على اضافة زرار ديت اللي هو ده، تمام كده مش هيحصل حاجه. لكن لو انت لو جبت مثلا النموذج بتاع موظف المبيعات اللي هو دوت مثلا وجبته هنا، هيتحط له ايه زرار. تمام كده، ولو جبت بعد كده مثلا اللي هو العملاء والفواتير ده هيتعمل له برضو ايه زرار. ولو جبت المنتجات اللي هو دوت هيتعمل له زرار. ولو جبت نموذج استقبال اعتراضات العملاء برضه هيتعمل له زرار. ولو حبيت تضيف التقرير في الاخر اللي هو ده ممكن تعمل له برضه ايه زرار كده. بس هقفل قائمة الحقول ديت كده. انا عملت ايه؟ عملت قائمة بسرعة. طيب ممكن كمان نعمل ايه؟ ممكن نحدد كل زرار على حدة مثلا زي كده، ونيجي في التنسيق ونغير تنسيق الزراير ديت بحيث نديها شكل حلو، يعني مثلا من الاشكال المتاحه عندي، وعلى حسب السيم اللي انا ايه بختاره. طبعا لو السيم كويس هيطلع اشكال كويسه، لو السيم نايل اللي هيطلع ايه الاشكال طبعا تعبانه. فاحنا ممكن نيجي مثلا في التصميم نحاول نختار لنا سيم كويس يفتح النفس شويه، وليكن ده. تمام، وهنيجي مثلا نعمل الكل الدنيا اختلفت شوية بس مش مشكلة. لو جينا مثلا حددنا الزر الأولاني وجينا في التنسيق واخترنا مثلا وليكن ده، وخلينا الشكل دائري بالشكل دوت، هناخد اللي بعده مثلا ونديه الشكل ده، وبرضه هنغير الشكل بتاعه لشكل دائري، وهناخد مثلا دوت وهنديه الشكل دوت، وبرضه هنديله شكل دائري.
هناخد نموذج الاستقبال بتاع الاعتراضات دوت، وهنديله مثلا الشكل ده، وهنخليه برضو ايه شكل دائري. تقرير مثلا بتاع المنتجات، تقرير سعر المنتجات هنديله مثلا الشكل دوت، وبرضو هنديله شكل دائري. طيب تعالى نيجي في الصفحة الرئيسية ونعمل عرض للنموذج. لو ضغطت مثلا على موظف مبيعات هيجيب لك موظف مبيعات الناحية دي اهو، مبيعات المبيعات والعملاء. لو انا مثلا ضغطت على العملاء والفواتير هيديك مثلا كده، ده العملاء بتوعنا. لو انا ضغطت مثلا على المنتجات منقسم هيديك الشكل ده. لو انا ضغطت مثلا على نموذج استقبال الاعتراضات هيديك الشكل دوت. لو انا ضغطت على تقرير المنتجات هيديك الشكل دوت. تمام كده، كده انا عملت قائمه ايه، قائمه سريعه للتنقل. طيب انا ممكن اعمل ايه، ممكن اعمل كمان اف بس ديت، اعمل لها اغلاق. نعم تمام، وهدي اعاده تسميه مثلا، ممكن اسميها اعاده تسميه، كليك يمين واعمل اعاده تسميه، هسميها مثلا نموذج او القائمه الرئيسيه، القائمة الرئيسية، واضغط انتر. ولو فتحتها كده يا جماعة هبص تلاقي الإعلان بتاعها أصبح هي القائمة الرئيسية بالشكل ده. ده اسم مناسب شوية. طيب إيه ممكن أعمله كمان؟ ممكن أحاول إن أنا أضيف زرار ينهي التطبيق كله على بعضه. هاجي هنا في الصفحة الرئيسية وأروح أعمل كده، هو طريقة عرض التصميم. تمام، أو طريقة عرض التخطيط أفضل، عشان بس يبقى الزر ده نشط. وهضغط على اضافتي جديد ديت، وهضغط هنا مره واحده. تمام، اتنين كليك على ديت هديك ايه، زرار فاضي. الزرار الفاضي ده انا ممكن اجي عن طريق التنسيق بتاعه، التصميم، هنشوف التصميم، التصميم بتاعه، واختار لك طريق الخصائص ديت. في اول حاجه التصميم التوضيحيه بتاعته، ممكن اسميه مثلا خروج من البرنامج، خروج من البرنامج. طبعا انت لو فاهم لحد كده مفيش مشكله، لو مش فاهم خليها لمرحله احسن واعلى، يعني ان انت تفهم البرمجه شويه وبعد كده تبتدي تشتغل يعني. بس احنا هناخدها بشكل مبسط، هنقول له خروج من ايه، من البرنامج. طب احنا عاوزين لما يجي مثلا تعمل انت كليك عليه يطلع لي من الاكسس كله، اعملها ازاي؟ بتيجي هنا في البيانات اللي طبعا ورقه البيانات ديت، وبتيجي في الحادث قصدي، وبتيجي عند النقر دي، تروح دايس على الزرار دوت، هطلع لك منشئ الماكرو، منشئ التعبير، منشئ التعبيرات البرمجيه. هتخلينا فين، في الماكرو عشان هو ابسط حاجه دلوقتي. تمام، وفي الماكرو انت عاوز تعمل ايه، عاوز تقفل الداتابيز ديت، هتيجي في امور النظام هنا تفتح ديت، وهتلاقي كويت اكسس. ممكن تكلوز الداتابيز، وممكن تعمل كويت للاكسس كله على بعض. انا هعمل ايه، كويت للاكسس. تمام كده، هروح محدد ديت، دبل كليك عليها، هيقول لي خلاص هيطلع ويحفظ لك الكل. اقول له ماشي، حفظ واغلاق. تمام، هنيجي في طريقة عرض النموذج ونشوف الدنيا ماشية ازاي. موظف المبيعات، العملاء، المنتجات، نموذج استقبال الاعتراضات، تقارير المنتجات، الدنيا ماشية زي الفل لحد دلوقتي. تعال نشوف خروج من البرنامج، كليك، هبص تلاقي الاكسس كله ايه، قفل. تمام كده، تمام بكده نكون غطينا الجزئيه بتاعه نموذج التنقل اللي هو النافيجيشن فورم. واتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك او كومنت او شير عشان زمايلك يستفادوا. لو عجبتك القناه اعمل لي سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.